فينا في أكسيون تاع قطار القلب لوطران دو كور اللي جينا فيه مع وزارة الصحة بالتعاون تاع شركة تونسية للسكك الحديدية باش عملنا القافلة هذه اللي سميناها قطار القلب لتقصي أمراض القلب. بدينا في استاسيون الأولى هذه في بوهرادة. في بوهرادة قاعدين نشوفوا طوى في المرضى كما تراو، فما برشا اللي جاونا وهما ما يعرفوش بالكل عندهم غرض الدم، مالوغوزمون لقاو برشا عباد عندهم ارتفاع ضغط الدم وهما ما يعرفوش. فما ناس اخرين اللي هما يعرفوا رواحهم عندهم ارتفاع ضغط الدم وجاونا، ومالوغوزمون كيف كيف نلقاو ضغط الدم طالع ياسر وهما مش فايقين بيه. دونك لاكسيون هذه اللي تري امبورطون باش نجموا نتقصاو الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم اللي هو المتسبب الاول في الجلطات القلبيه والجلطات الدماغيه. احنا اليوم في اول محطه في قطار القلب في بوهرادة، استقبال كبير في المواطنين، بدينا تقصي امراض القلب، لقينا ديجا حالات ناس عندهم ارتفاع في ضغط الدم وهما ما كانوش في بالهم بالواحد، وقاعدين نعملوا زاد في تخطيط القلب الناس اللي يستحقوا، فما شكون زاد بدا يعمل في ليزيكو وفي جو خارق العاده. على طول المواطنين الكل نتاع معتمديه بوهرادة والمعتمديات المجاوره هما معنيين بالفحص هذايا، معنيين معناها باليوم هذايا بالنسبة للقافلة هذه. إضافة إلى ذلك عندنا كذلك الديبيستاج تاع الكورونا، كذلك تثقيف صحي حول مرض سرطان الثدي. إضافة إلى ذلك عندنا التلقيح بجميع أنواع التلقيح للمواطنين اللي متخلفين سواء جرعة ثانية وإلا مخموش الجرعة الأولى تاعهم، زاد معنيين في اليوم هذايا للتلقيح، خاصة أنه تعرف في جهة سريانة وصلنا في حدود 48% اللي هما أنهوا التلقيح تاعهم في حدود 64,000، ونحن نطمح أن نتجاوزوا على الأقل 50%. بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية كانت قدمت قطار خاص على ذمة هذه السفرة. القطار هذا متكون من عربة خاصة، عربة فيب أميناجي بطريقة أنه الأطباء ينجموا يحطوا ليزاباري نتاعهم كوم يلفو، ومعها عربة أخرى من درجة أولى تم تخصيصها على ذمة هذه السفرة، يتم فيها فحص بعض المرضى والتلقيح ضد فيروس كورونا.